معنا الناشط الإعلامي يوسف البستاني من ريف دمشق. يوسف، ألا يزال وقف إطلاق النار ساريا حتى هذه اللحظة أم هناك أي خروقات سواء من النظام أو من المعارضة؟ نعم سيدتي، أسعد الله مساءكم أولا. الآن يعني هذه الهدنة التي هي بدأت اليوم في الزبداني لم يسجل أي خروقات واضحة وكبيرة. يعني نعلم أن النظام هو لا يلتزم، ولكن دلات على هذه المفاوضات. يعني من يفاوض الآن هو إيران، ليس علاقة لا النظام ولا لحزب الله، هم فقط جنود عند إيران ينفذون ما يملى عليهم. هذه نعتبر أنها يعني ثاني هدنة في الزبداني، ثالث جلسة تفاوض مع إيران. يعني أنتم ذكرتم أن هناك هي 48 ساعة، لا، هي الآن وقف إطلاق نار مرتبط باستمرار المفاوضات. طالما أن هناك الآن مفاوضات بين أحرار الشام والإيرانيين، ستستمر وقف إطلاق النار في الزبداني. إلى الآن لم يتم الحديث عن تفاصيل الهدنة، ماذا وصلت المفاوضات؟ هناك يعني أولويات عند أحرار الشام في مفاوضاتهم، لن يقبلوا بالتغيير الديمغرافي، هذه أولوية، هذه ثوابت لا يفاوض عليها. لا يقبلوا بخروج المدنيين من الزبداني، بل يريدون إعادة النازحين في محيط الزبداني إلى داخل الزبداني، وعدم التعرض إليهم بالقصف العشوائي والقتل المستمر، أيضا إدخال المواد الإنسانية، المواد الطبية، إخراج الجرحى، إدخال يعني جميع المساعدات الإنسانية. يعني أحرار الشام هي يعني لا تريد يعني أن تقوم ب يعني حصار أو يعني قتل أهل كفرية والفوعة كما يقوم النظام وحزب الله بمعاملة مع الزبداني، إنما تريد ضغط على إيران لكي يتم الضغط على حزب الله والنظام لإدخال المساعدات كما ذكرنا، إيقاف المشروع التغيير الديمغرافي. الواضح على أن يعني إذن ستتضح ربما في الساعات القادمة ما إذا كانت هذه المفاوضات التي تتحدث عنها ستخرج أو ستفضي إلى هدنة لا نعلم حتى الآن مدتها. شكرا جزيلا يوسف البستاني من ريف دمشق. شكرا لك سيدي.